إلى ذلك أكد الشيخ رشيد عباس البياتي بعد اجتماع مع محافظي صلاح الدين أن نهاية الأسبوع القادم ستشهد عودة نازحي قرى أبو حسن في قضاء الطوز ضمن مشروع المصالحة المجتمعية، وعزم الحكومة المحلية على ترسيخ السلم الأهلي في دولة المؤسسات لطي صفحة الإرهاب والقضاء على محاولات تمزيق وحدة الصف العراقي. كان اليوم لنا لقاء مع السيد محافظ صلاح الدين بخصوص عودة النازحين، وكانت هناك مكالمة هاتفية مع السيد مقام الطوز بهذا الخصوص، وتم الإيعاز من السيد محافظ صلاح الدين إلى السيد قائم مقام الطوز بعودة النازحين الخميس القادم، عودة قرى أبو حسن 3 قرى، وإن شاء الله تكون العودة ميمونة في الأسبوع القادم.